صباح الخير يا شباب، بدنا نكمل اليوم في درسنا يونت 10 اللي هو The Democracy Report. Last time we read the text، قرأنا النص آخر مرة، and we went through the main words، the key words، شفنا أهم الكلمات الرئيسية. The main idea، الفكرة الرئيسية in this passage، في هذه القطعة اللي هي The Democracy Report، is that young people, إنه الشباب, they don't practice their right to vote in elections. إنه ما بيمارسوا حقهم بالتصويت في الانتخابات. اللي هي موجودة في line 2 هي هون. The number of people, young people, who vote in elections has been falling. This is the main idea. هاي الفكرة الرئيسية، إنه عدد الشباب الناس اللي بيصوتوا في الانتخابات ينخفض أو يقل. This is exactly the crisis of democracy. هذه أزمة الديمقراطية. هلأ the text، النص suggests، بيقترح some ideas، بعض الأفكار in order to solve this situation، حتى يحل هذا الوضع، هاي المشكلة. Some of these ideas، بعض هاي الأفكار، إنه the voting age، سن التصويت، should be lowered، يجب أن يخفض to 16. أي أول اقتراح، one of the suggestions. كمان إنه there should be، إنه هناك لازم يكون، there should be a none of the above option، خيار none of the above، ليس مما ذكر، ولا واحد من المرشحين، مرشحين يعني candidates. كمان إنه we have to make voting compulsory، إنه نعمل التصويت compulsory، إلزامي، as it is in Belgium، مثل ما هو موجود وين؟ في بلجيكا. وآخر اقتراح كمان، إنه we could use technology، technology could be used، استخدام التكنولوجيا to make voting easier، حتى نعمل التصويت إنه يكون ماله بشكل أسهل أو أيسر. If we take these recommendations، إذا بناخذ هذه الاقتراحات أو التوصيات، we could find a solution، ممكن نلاقي حل to the crisis of democracy، لأزمة الديمقراطية. هذه كانت these are the main ideas in the text، أهم الأفكار اللي في النص. Now let's go to exercise 2. Exercise 1 اللي فوق عملناه، اللي بيحكي عن أهم الكلمات اللي في الدرس. Exercise 2، write the sentences of parts or write the sentences or parts of sentences، اكتب الجمل أو أجزاء منها، from the text، من النص، that answer these points، اللي بتجاوب على النقاط التالية. بدنا نشوف إشي من النص بجاوب على المشاكل أو النقاط الموجودة عندنا. Number one، it doesn't matter that young people don't vote، يعني لا يهم إنه الشباب ما بصوتوش. هلأ هذه مشكلة، هذا الكلام مش صحيح. المشكلة الأساسية، the main idea is that young people، the number of people who vote in elections has been falling، إنه الرقم بينخفض. يعني this is the main problem. Number two، if voting is compulsory، إذا التصويت إلزامي أو إجباري، people who don't like any of the options won't like it، الناس اللي ما بفضلوا أي من الخيارات لن يحبوا ذلك إذا عملنا التصويت compulsory. هلا شو البديل، البديل أو الحل، إنه there should be none of the above option، لازم يكون عندنا خيار ولا واحد مما ذكر، يعني ولا واحد من اللي أنا شايفهم مرشحين معجبني. Number three، compulsory voting seems rather a strange new idea، إنه التصويت الإلزامي يبدو إنه فكرة غريبة، جديدة غريبة. هذا الكلام مش صحيح. ليش؟ إنه مكتوب هون بباراجراف 3، compulsory voting already exists، التصويت الإلزامي موجود أصلاً in over 30 countries، مش جديد، مش إشي غريب،
موجود في أكثر من 30 دولة، وشفنا إكزامبل على ذلك، بلجيوم فور إكزامبل. نمبر فور، young people، الشباب، who won't like being told that they have to do things، مش راح يحبوا فكرة إنه نحكي لهم شو يعملوا، they have to do things. الحل لهذا الكلام هي موجود هون، young people have to do أو to vote by law، بالقانون، إلزامي لازم يصير بالقانون. والأخيرة، some people say they are too busy to vote and it's too much effort، إنه الناس بيحكوا إنه مشغولين كثير إنهم يصوتوا، وإن هذا الحكي بحاجة لجهد، إنه يروح على مكان الاختراع ويعبي الورقة وكذا وهيك. هلأ الحل لهذا الكلام، technology can be used، استخدام التكنولوجيا، كيف؟ by using an application، voting application. هذا الحكي بحل المشكلة إنه أنت مشغول ومش فاضي تروح. هلا these are the answers to the exercise. exercise 3، خلينا ننهي الأسئلة اللي على القطعة هاي. what do the highlighted pronouns refer to؟ الكلمات المعلم عليها اللي هون في القطعة بالأصفر، اللي هي this و they و them، هاي الكلمات على إيش بتعود؟ طيب نيجي للأولى، this اللي هي line 2 refers to what؟ the fall in the number of people who vote، هذا الجواب الصح، اللي هو انخفاض عدد الناس اللي بصوتوا، A يعني. number 2 they line 4 refers to young people or politicians، هلا refers to young people، they whatever party they are from، من أي حزب. نمبر 3، وممكن والله هذه رقم 2 ممكن كمان يكون جوابها politicians، يعني ممكن تعود على اللي بعديها، يعني بغض النظر شو الحزب اللي بينتموا إله، اللي بينتموا إله مين؟ young people الشباب أو politicians both of them، يعني either one could be right. نمبر 3، them اللي هي line 5 them، هذه بتعود على young people for sure. it's a problem، إنها مشكلة. شو هي المشكلة؟ اللي هي young people not voting، young people not voting. ونمبر 5 الأخيرة، its recommendations، التوصيات إيش؟ the report، it's the report، its recommendations، the recommendations of the report. هلأ these are the exercises on this text، هذه تمارين القطعة المطلوبة أنها اللي هي the democracy report. أنا بتمنى يا شباب أنكم تقرأوها في البيت وتفهموها 100%. هلأ لو رجعنا رجوع على page 102 اللي هي بداية unit 10 اللي بتحكي عن political systems، نعمل زي مراجعة بسيطة. political systems الأنظمة السياسية الموجودة في العالم. شو يعني الأنظمة السياسية؟ يعني دولة فيها نظام جمهوري، جمهوري يعني republic، دولة فيها نظام ديمقراطي democracy، دولة فيها نظام ملكي monarchy، زي ما شفناها إن بريتن أو the UK فيها monarchy ملكية، يعني there is a king and a queen. هلا these are the different political systems. هم يعطينا هون مثالين، المثال الأول the first example اللي هو the UK the United Kingdom اللي هي بريتن والأجزاء الأربعة تبعتها، وفي عنا minor headings عناوين جانبية فرعية اللي هي name اسم الدولة، capital city العاصمة، population السكان، area المساحة، official language اللغة الرسمية، system of government نظام الحكومة اللي هو هذا اللي بركزوا عليه في الوحدة هاي. معطينا هو مثلا parliamentary democracy monarchy اللي هي ديمقراطية برلمانية وفيها برضو ملكية، الملك اللي هي ملكة بريطانيا إليزابيث the second، إليزابيث الثانية. the second example المثال الثاني اللي معطينا إياه هون في هاي الصفحة page 103 اللي هي ألجيرز الجزائر، هاي علم الجزائر ومعطينا نفس العناوين name ألجيرز capital city ألجيرز
populations السكان, area المساحة, official language system of government اللي هو democracy. هذول مثالين يا شباب على إيش, two different countries, two different